السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. في زي التاريخ ما بيقول، هنتكلم عن 10 مبشرين من الجنة، ولكن دورنا النهاردة مع صحابي جليل وهو رابع 4 في الإسلام، هو الزبير بن العوام. زي ما حضراتكم متابعين معايا، احنا هنتكلم عن 10 مبشرين من الجنة، وهنتكلم عن عصر الأمويين، هنتكلم عن عصر الفاطميين، هنتكلم عن المماليك، هنتكلم عن الغزوات، هنتكلم عن المعارك واللي بيحصل فيها. ولكن احنا مقسمينهم كده، كل حقبة زمنية او كل فترة كده بنتكلم عنها، ولما نخلصها هنتكلم عن الجزء اللي بعده. فياريت تعملوا لايك وتعملوا اشتراك علشان تتابعوا كل المواضيع اللي معايا في زي التاريخ ما بيقول. فهو الزبير بن عوام الاسدي القرشي، وطبعا هو احد 10 مبشرين من الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان لكل نبي حواري، وحواري محمد صلى الله عليه وسلم هو الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه. وهو برضو أحد الستة اللي اختارهم عمر رضي الله عنه وأرضاه بعد وفاته علشان يختاروا الخليفة من بعده، وكانوا الزبير بن العوام، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله. وهو أبو عبد الله بن الزبير الذي بويع بالخلافة، ولكن فترته لم تنقص طويلا. زوجته الأولانية هي أسماء بنت أبي بكر اللي كانت ملقبة بذات النطاقين. أسلم هو عنده 16 سنة لما دعا للإسلام أبو بكر الصديق ثاني اثنين. إنما الزبير بن العوام كان رابع 4. الزبير بن العوام هاجر إلى الحبشة، ولكن الهجرة ما طولتش، ولما رجع اتزوج أسماء بنت أبي بكر وهاجر إلى المدينة المنورة، وخلفوا أول مولود في الإسلام في المدينة المنورة وهو عبد الله بن الزبير. وعشان تبقى فاهم، الزبير بن العوام حضر كل الغزوات اللي كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكمان كان قائد الميمنة. الزبير بن العوام كان حامل إحدى الرايات الثلاثة في فتح مكة، وكمان كان المدد اللي بعته عمر بن الخطاب لعمر بن العاص في فتح مصر. وبعد مقتل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، خرج مطالبا بالقصاص من قتلة عثمان بن عفان، ولكن قتل على يد عمرو بن جرمز. وكان الكلام ده في معركة الجمل في شهر رجب سنة 36 هجرية. لما توفى الزبير بن العوام كان عنده 64 سنة. احنا قلنا ان الزبير بن العوام رابع 4 في الإسلام، وقلنا ان سعد بن أبي وقاص في الحلقة بتاعته 7 في الإسلام. فهو الزبير بن العوام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، وهو ابن أخو خديجة بنت خويلد زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. أمه صفية بنت عبد المطلب ابن هاشم عمة الرسول صلى الله عليه وسلم. إخواته 4: السائب، وده حضر غزوة أحد والخندق وقتل في اليمامة. أخوه الثاني كان اسمه عبد الكعبة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم غير اسمه وسماه عبد الرحمن. عبد الرحمن ده أسلم يوم فتح مكة في سنة 8 هجرية، قتل في غزوة اليرموك. وكمان كان ليه أخ اسمه عبد الله، وأخ تاني اسمه عبد الكعبة، بس ده ما فيش ذكر عنه بصفة كبيرة يعني. إخواته البنات كانت أم حبيب وزينب وهند وأم السائب. الزبير بن عوام أبوه اللي هو العوام ابن خويلد مات والزبير صغير رضي الله عنه وأرضاه. العوام ابن خويلد اللي هو أبو سيدنا الزبير ابن العوام اتوفى أو قتل في حرب الفجار على ايد مرة ابن معتب الثقفي، ولما مرة قتله تباهى وقال: من الذي ترك العوام منجدلا تنتابه الطير لحما بين احجاري؟ امه كانت بتقول له: يا ابا الطاهر، ولكن هو ابو عبد الله، لان اول مخلوق له عبد الله، ولكن امه كانت دايما بتناديه بابا الطاهر. في غزوة بدر الزبير بن العوام شاف سعيد بن ابي وقاص اللي كان بيلقب بابا الكرش او ذات الكرش، في وصفه بيقول ان هو مدجج، فطعنه في عينه، ولما وقع على الارض حط رجله على وشه. سيدنا الزبير بن العوام يوم بدر اصيب بجرحين كبيرين، لدرجه ان الملائكه نزلت من السماء علشان سيدنا الزبير بن العوام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لقد نزلت الملائكه على سيماء الزبير. سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه شهد غزوه احد، وكمان شهد غزوة الخندق، وقدر انه يقتل فيها نوفل ابن عبد الله ابن المغيرة المخزومي، شقه نصين بالسيف بتاعه، وبعد ما شقه قال: اني امرؤ احمي واحتمي عن النبي المصطفى الامي. وفي يوم خيبر الزبير بن العوام قدر يقتل ياسر ابن ابي زينب اليهودي اخو مرحب. ولما خرج ياسر ابن ابي زينب اليهودي وقال: هل من مبارز؟ فظن هشام بن عروة ان الزبير بن العوام خرج له،
هنا بقى قلب الام شويه ضعيف، فصفيه بنت عبد المطلب اللي هي ام سيدنا الزبير بن العوام قالت: يقتل ولدي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل ولدك قاتله ان شاء الله. وده اللي حصل، سيدنا زبير بن العوام قدر انه يقتل ياسر ابن ابي زينب اليهودي ضربة واحدة بسيفه، لدرجة ان اتقال عنه ان سيفك كان صارما في ذلك اليوم يا زبير. شارك زبير بن العوام في حروب الردة ومعركة اليرموك، فعهد ابو بكر الصديق رضي الله عنه ارضاه، وكمان شهد فتح مصر، وكمان كان احد الستة اللي اختارهم سيدنا عمر بن الخطاب علشان يستقره بعد مقتله على خليفة للمسلمين. بعد مقتل سيدنا عثمان بن عفان تولى الخلافة سيدنا علي بن ابي طالب. سيدنا زبير بن العوام وسيدنا طلحة ابن عبيد الله كانوا من الناس اللي عايزين ياخدوا القصاص من قتلة سيدنا عثمان بن عفان، وكانوا بيجروا على ده وبيحاولوا في ده، وكانوا بيشجعوا الناس على ده خشية او خوفا من ان الدم يبرد، او قدروا ان هم يجمعوا الناس وخرجوا علشان يجيبوا القصاص لسيدنا عثمان بن عفان. وهنا قدر عمرو ابن جرمز انه يغتال او يقتل سيدنا الزبير ابن العوام، كان عنده في الوقت ده 64 سنة. كده يكون احنا خلصنا معظم الحاجات اللي احنا قدرنا نجمعها عن احد المبشرين من الجنة ورابع اربعة في الاسلام، واول من انجب مولود في المدينة المنورة هو سيدنا الزبير ابن العوام. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص النهاردة. ياريت بعد اذنكم لايك للفيديو، اشتراك في القناة.